كده. هي دايما لا احنا كل فتره بنزود عدد الوظائف. هو حاليا بقى يعني احنا الاماكن الشغله اللي عندك اللي انت جاي بيها يعني كم فرصه الباك اند خططت لكده؟ والله ممكن بقى استاذ مصطفى هو اللي يخطط. من هذه الاوتيل مره يعني هو حاليا لسه فاتحين فندق شهر واحد اللي فات كان مقفول ولسه فاتحين حاليا يعني. ف 30 يعني انت جاي من تارجت من 20 ل 30. انت التارجت 52 واحد المعدات الطلبيه معينه متوسطه على عالية ده ممكن قلنا اغلبها محاسب اغلبها بكالوريوس تجاره لا في الريسبشن لا اكثرها في الاقسام الثانيه اللي هي المعدات وعدد القدامي طبعا الكتروني. طب كده احنا بنستهدف وظائف معينه، بنستهدف الفئه اللي هي المؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطه جزء منها، لكن لو عملنا فكره خط ساخن بالاضافه الى البنك الالكتروني كده هنقدر نستهدف كمان اللي بدون مؤهل والمؤهلات المتوسطه. لا احنا بندرس الموضوع ده عشان يسالوا كل مكتب وكل بازار وكل مكان فخار وكل فندق بالظبط عشان المصداقيه برضه يا فندم. احنا معظم الشركات برضه من اسوان عشان المعرض ده هنعمل معرض في القاهره، هنعمل معرض في اسكندريه. عندنا حتى الشركات كتير بنتكلم على احنا قدات الشركات على مستوى 27 محافظه. والميزه كمان يا فندم ان احنا الخدمه بتاعتنا مجانيه للشركات وللشباب على عكس المتطلبات الثانيه اللي بتتعمل لا بيبقى فيها فلوس.